لنا محمد جابت العيد في عيد ميلاد أسامة مروان شاهد المزيد من التفاصيل. كما يعرف الجميع الشلة امبارح فاجأت أسامة مروان بعيد ميلاده 27، وفي هذه الحفلة استمع العديد من المشاهير اللي بلغ عددهم 120 مشهور. وكالعادة لنا محمد لفتت ليها الأنظار بعد كلامها مع غيث مروان وتحديها لزوجته سارة الورع، حيث شافت لنا انه غيث نحاس لزوجته سارة مشان تفوز على لنا، وبالاخير لنا فازت. اترككم على المقطع. انا كفوفه بعرفهم. لا والله هاي سلخت مرة بربرهم كف على مع ظهره. ايوه عربي ايوه هيك يلا. حلو حلو. انت 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 اصلا لازم تنخلقي شب ما شاء الله. شو هاد البنت الاويه صارت شب؟ شو هاد ايضا شاركت بسن اسماعيل مجموعه من استوريات على صفحتها بالانستغرام من حفله خطوبتها من محمود.